السلام عليكم. هجموا منازلهم بعد منتصف الليل، أخرجوا منها النساء والأطفال ثم جرفوها. تخيل وأنت ترى منزلك أنقاضا، بل تخيل وأنت ترى منزلك وقد تحول إلى مجرد حفرة كبيرة. هذا ما حدث لثلاث عائلات يمنية كانت تسكن في شارع 90 بمدينة الحديدة. يقول الدستور اليمني إن الملكية مقدسة، لا يحق لأحد إخراج أحد من بيته على الإطلاق، ولا يجوز لأي موظف ولو كان ينفذ أمرا قضائيا أن يفتش منزلا في الليل. التفتيش في الليل ممنوع في قانون الجمهورية اليمنية، لكن هدم المنازل مسموح في قانون ميليشيا الحوثي. مشاهدينا الكرام، ثلاث أسر هدم الحوثيون منازلهم في الحديدة، يعيشون حياة صعبة في عدن. نتابع قصتهم في الفيلم التالي ثم نعود. كان الحوتة أجوا علينا وكسروا بيوتنا واعتدوا علينا ويشن بيوتنا بالقوة. لما رحنا نشكي للحكومة ما في شيء، يقول لك أنا ما أعرف، ما تدخلش بالحكومة، أنا حوتي هنا ما تدخلش بالحكومة، أعرف إن أنا تخرج من البيت تخرج من البيت. لما قلنا ليش، قالوا إن إحنا دوائش وإن إحنا مدري إيش وإن إحنا خربوا علينا آخر الليل وشردوا إحنا من بيوت إحنا. لما قمنا خرجنا سناهم قاموا ثاني ظبطوا إحنا ثاني وظرفوا أنا بأوالي. عشق علي الآلي قرا زوجي شمسك مآلي بس نفسه وقرا. قمت أنا دغمرت فيهم سانك الله دافع موتهم بمشي ولات ما أجا بمشي ولا غرف بتفت كان ألم ما غرفني ذاك السبب بمشي ولا برجلين. أنا خبطت في الأرض وبت بزن حجر ذاك السبب كبيرة وأرد لنا مشي ولا قرا بعد بت قرا بعد ما قرا ما مسكهاش بزن نفسه هربا وبقام طلقوا علينا رصاص ذاك السبب. إحنا خفنا من الرصاص ومن الشي ولات لأن حارم مكالف آخر الليل ما عندناش حد، معنا الله معنا مزيكت احنا والله شاهد من فوق. خلاص الكلام كل شيء صلحوه كسلوا هذا السباب الحوادة سببوا لنا مشاكل وأزمات وكل شيء، كسروا بيوتنا ودمروا يعني وضربوا عيالنا في عز الليالي وخلوا احنا ننزع في الساعة 12 في الليل في عز الليالي في عز الجوع في عز البرد. دانا معي ثلاثة عيالي مراض من البرد والجوع والخوف من الحوته، الله لا بارك فيهم بس. وقاموا كسروا بيوتنا وعاد احنا كما بنيتها. الان انا قدام يمكن فتره قدام حوالي يمكن سنه ونص او سنتين سقفت الغرف وذا يمكن 3.5 مليون خسران انا، والان شلوا الخشب وذا شلوا راح حوالي ما قسم البيضاء اجينا نشكي على مدير القسم ما يد الناس يقول لك ما تدخلش انا سد انتم ياهم، يقولون انتم امال انتم مدري ما خريج نفسك من الموضوع خلاص تغلق اي محل ثاني لما نعد الله رايك. طيب فين راح احنا؟ قال لي ما اعرف شنو ضربوني من المسدسات حقوا الاوالي شدخن احنا بالاوالي حقهم نجي ندافع احنا حريم منهم زي الرجال هون يعني رجال قوي ويجي يضربك بكل قلبه ما يرحمش. اه داك دخلوا لحنا حريم مداخل ما عندنا ضربوهم النسوان يعني النسوان ضربنا لحنا احنا وياهم داك الساعة وذا هنا لحنا احنا بينا لون وخرجوا لكن يعني ساعدوا انهم رجالة وذا يعني ما يهجموا على احنا كلنا وذا ما نقدرش. بس بعد ما جابوهم النسوان رجعوا جابوهم ايوه جابوهم جنده يجيبون تقومات وكسروا البيوت بايش؟ يكسر بشي ولا خرجنا حررنا كله حتى خرجت بلا ملابس ولا اي حاجه ما بالطو قديمي ما هنا بولي داره للخر هبولي ثياب بالليل وانا نايمين اقعد اقدق على عيالي. انا هربت قفص من فوق المعتم اوالي وذا ديدي كان شقطلون مرتي وبتي علي بيننا يقول الله حرون اللي هو ذا علي الصبر وعلي الاماري وعبد الله الصحي ومعاهم افراد هناك معاهم افراد يعني زي ما تقول مناسك الله المتحوتين اي معاهم زي ما خالد بدوي زي ما وحده ناس مليانه يا اخي معاهم اعرفهم نصهم صورنا من الحاره ايوه من خارج الحاره متحوتين والان احنا طردوكم في الليل طردونا في الليل انا وجست 6 ايام انا مهاجر اني علي علشان دبر حق مواصلات ما قدرت
طيب خربوا البيوت والعفش والمسؤول. خربوا البيوت كلها كان انا خرجت في ملابس حقي وحق عيالي فقط اللي لابسنا احنا فقط. احنا لابسين من ملابس الرجال. كلها كبسوها كذا وبهذلوا بالبيت بهذله حفروا حفريه كبيره يشيلوا شطنا حنجر 2 مليون بيتك يعني تكون نايم مرتاح مستن ما يجيب في الشيء ولا تاخر الليالي تكسير في بيوتنا وافش لفش حق كامله السعوديه جبتها عدنا وتكسير وتبذيل وسرير وكل شيء ملابس كل شيء يعني ما بقى لنا اي حاجه الذهب حق المره في الدولاب كل شيء يعني تستغلوه رجاله ما خرجت معي حتى اللبس السميز والمكتب فوقي ذي الحين كما تشوفوا احنا مشردين من ذمه الحوته من انت بيوتنا ومالنا وكل شيء في ارضنا وفي بلادنا وفي وطننا صبحنا مشردين نبدي كده نحن احنا هنا مقدمين بماي مقدمين بكون كرهبه مقدمين بكل شيء هذا فوقه كمان يقولوا مداخل يقدموا نحن نضرب نحن واحنا يا احنا فين نشرد فين نروح ليش ما يشتغل يشيلنا احنا احنا حقنا من بيوت شلينا نفوسنا شلت نفسنا وروحت بزعنا ثاني قلنا ثاني يوم في الليل بشي ولد شلونا انا واصحابي انا اللي انا هو سالم ربوعي ومحمد دوم وانا نجيب برا محمد سيد شلعنا ودعنا حي التجاري في قصر جلسنا من 6 ايام من بعد ما جلسنا من 6 ايام شلت نفسنا وقلت له خلاص انا بوصم لك اننا نخرج من البيت لما خرجنا قلنا له نتفاهم برا احنا على السبر ذا نتفاهم برا لما قال لي تمام نتفاهم برا شلت نفسنا وهرب اجوا شلوا اصحابي من فهم من البيت من بيته نفسه شلون ودوهن سجن الاحتياط لما ودوهن سجن الاحتياط اجت تابع وراهم وذا ما رضيش يفكون جبنا ضمانه من ذا العقل جبنا ذا العقل وقال العقل مأزن هو الذي جابه حريم بنفسه العقل هو نفسه جابه حريم من موافق بيوتنا منا اللي اسمه الجعليه ومحمد فرج والسودة وخليل البرعي مجندات مجندات مع الحوثيين مجندات ايوه في مقومات معاهم اكثر من يمكن حوالي 7 أو 8 بس انا اعرف اللي اعرف منهم 2 أو 3 بس اللي مجعليه ومرت عبد السوده والسوده اللي حماته هي 3 حبات ايوه 3 منهم شلنا كانوا يجيبونهم الباقي من برا من حاره ثانيه غير حارتنا اللي هم عندنا 3 متحوثين اللون ذا اللي ذكرت اساميهم يعني الرجال ما سلطانش يدخلوا البيوت فيدخلوا يدخلون النسوان الساعة 12 الليل خرجوا ذيلا على طول بلا بوالط وبلا هم وبلا اي شيء نساءنا وعيالنا وكل شيء طيب كلموكم من قبل لا ما كلموا حناش ولا اي حاجه كانوا شنو يشتروا بالقوه ما بينهم النبي بالقوه هو شو كانوا يصلحون لهم مكان اسلحه و مستودعات وهذا وبالقوة يعني يشتروا هذا المكان لأن شهر 90 يقول لك هذيك الثقة فيها بين فعل الأسلحة وبيتاجروا بين ذم أبوينا من دبي إحنا بعدين استغلوه بالقوة أجوا الساعة 12 في الليل بالشيوالات حقون أول مرة أبونا 6 مليون أيوة دول أنا 6 مليون أبينا من دبي بعدين أجوا قال لي بدي لك بعدين أجوا رجالة أجوا بعدين الساعة 12 في الليل بالشيوالات حقون وتكسير فوق عيالنا وحريم أنا أبو الوضع حقنا يعني يرجع شمال. ما كانوا يقابل زوجي عمر كهاري من النيابة شعب سنة هبوا 4 أيام يدورون بعدها بزينة وخبينا بقينا حنا المكالف والأطفال ما تصلنا لسهرة كنا أنا إحنا صراحة مرعبين كثير من الحواثة والحواثة اللي دي معاهم متحوتين فوق أنا واصل ما ارتعبت أنا وبني قلت أنا مش جاسة يوم من الأيام أقول أنا آخر الليل تنور موته ما احنا صغارين بس انا فصحى تصنص هذا الرداء قلنا له حنشيل النار حل من هنا لان يقرون بعد زوجي صباح وظهر وعصر وليل ما فيش عندنا حد الذي شرع معنا قلنا خلاص خبينا زوجي ذاك الساعه تصنص هنا حول احنا قال نسرو وانا في حاسب في فين هنا؟ في عدن ما بزينا بس وركبنا ما هنا انجيز وده الرجال له حوالي اسبوع بايكر على الدب ما قدرناش حتى نسلم حق المواصلات دخلوا علينا وذو خرجوا عيالي وخرجوا شردون وذو رحنا قسيت لي بيت ثاني انا لمده 6 أيام على بلد دبر نفسي حق مواصلات ما قدرت اجيب حق مواصلات بقى الابش هناك كسروا على طول ثاني جابوا شي ولد اخر اللي كسروا الغرف وكسروا الدوائر وكسروا ذا بهذول بالدنيا بهذول والابش فوقه والطاقات والتلفزيون وكل شيء داخل البيت الابش كامل خرجت انا في معوز وشميز فقط
وبعدين لما اجى سهري وذال اتصلت ابا وذا قال لي طلع المهند انا حاوسين في حق المواصلات ما معناش حتى خمس ريال ولا معنا بيتنا ولا معنا اي سكن. احنا انسان من تغدينا ما نتعشاش كنا تكلف احنا بمصاريف وكان معانا ملزم احنا اسرت احنا ما كل دحنا كنا شرب لقمة اللي كلنا ناكل معه ودحنا ها وانتم تنظرون حال تحنا كيف. طب ايش اثر عليك الضرب؟ انا نزل اليوم اسند الحوات نزل علي الضرب في ظهري كنت من حامل شهرين سقط علي نزلوا علي دحا امشي متألمه امشي تعبانه كذا وكذا امشي ما اقدر زي ما اول ضربوك بالاوالي ولا نزل علي ضربت كسق بكي كذا هازر بي وبزني ذاك الصخ وزر قزبي في الارض وذهب علي ضربته برجلي ايوه ذاك الصخ سقط روحت من البيت بكى تنزف ذاني قزعه تنزف قعدنا حوالي شهرين او ثلاثه وبعد كده خلص زين في صحن خلاص ذاك الساق وطلع مش باكاني زين في صحن سافرنا واكل احنا هو الذي بيع احنا اكل احنا معاهم اكلنا محمد قاسم ايوه هو ايوه هم منهم كلهم صراحه حارت احنا اغلبها كلنا نصهم صراحه متعودين واحنا جالسين هناك بغصب ان احنا كمان احنا ضباحة ما معنا شي حاجه الذي هن قلنا نبكي باك ذا ولا كذي ما انطرت صرت سهرك وطلع انا عندك مفقوع اني وبين اللي يدخلوا يقتلون احنا في الليل يدوروا الزاقي بالسراق بس انا فسحان سافرنا لعدن دحناها والان احنا ما معناش حتى حق ايجار ولا معنا حتى 5 ريال من انا وعيالي من انا 10 انفار وسهري وبنيه منهم 7 انفار كل انا ببيت واحد وغير راعي البيت لا في العديده كل واحد ما بيت ثاني كل واحد بيت ثاني بس هنا الان كل انا ببيت واحد والبيت ضيق حق الرجال وذو وتدارب الوقت وانا الان مزارين ايش نصلح الله يفتح عليهم استحمل احنا على بال ما يحول احنا الله ببيت وسكن حتى اخواني هنا الان اخواني انا اخاف لو ادي مسكون الحواتاء او كذا يقولون ذيلا هربوا ذيلا باقي ذيلا مسكون او ذيلا لانهم كلها باخي يذبحون الناس اقل كلمه يقول لك انت داعشي كيف ولا قدرنا كيف نصلح كيف ما زي الارهاب والله النسوان انا وذاك مشكلين ارهاب وطن في العديده شلوا عقل المواطن رجاله غصبا عنهم خربوا بيوتكم بايش خربوها بشي ولاد ثلاثه شي ولاد جابوها في بعد الصلاه خرجنا صلاه الفجر خرجنا بعد الصلاه على طول مشينا قسينا في الخط يومين والنقاط نزل احنا سائل احنا في انت نقول لهم نازعين قالوا عدن ممنوع الدخول يقولون نازعين شينا نقول لهم تسمع هذا في اسمه في تعز معانا حنا الله ورب استر علينا ودخلنا هنا معانا تقطع ابو حنا من ندخل قالوا قلنا حنا شت عز من نقطة ربي سهل لنا ودخلنا حنا واطفالنا في البرد قلنا هنا حرام بالله جاء ومعانا حتى حبه بسكت من لمشي من رجال درحة محنا دعانا مقذبين وانتو تشوفوا تنظروا كيف تعيش هذه الأسر حاليا في مدينة عدن كما تابعنا في هذا الفيلم في حياة صعبة على نفقة أحد أقاربهم ممن لا يمكنه تحمل مسؤولية إعالتهم لوقت طويل ومثلهم يعيش كثير من النازحين في عدن وفي أبين وفي كثير من المحافظات بعضهم يحصل على سلة غذائية لا تكاد تكفيه لأسابيع وبعضهم لا يعيش إلا على ما تجود به أيادي الخيرين من السكان وهذه كارثة تتحمل مسؤوليتها جهات عدة على رأس هذه القائمة تأتي لجنة الإغاثة برئاسة عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية وهي اللجنة المسؤولة عن تنسيق جهود الإغاثة بين المنظمات الدولية والدول المانحة وبين السلطات المحلية أو منظمات المجتمع المدني التي تقوم باستلام المساعدات وتوزيعها على المستحقين مشاهدينا الكرام النازحون في عدن احتياجاتهم والجهات المسؤولة عن إغاثتهم موضوع نقاشنا مع مستشار وزارة الإدارة المحلية جمال بالفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن والناشطة الحقوقية السيد عاصم سيكونان معنا من عدن بعد فاصل قصير ابقوا معنا
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة عدن، مستشار وزارة الإدارة المحلية جمال بلفقي، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن والناشطة الحقوقية تسهيد عاصم. وأبدأ معك سيد جمال، هل لديكم إحصائية بعدد النازحين في الجمهورية اليمنية بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا بالنسبة للوضع الإمكاني وبالذات بعملية النزوح في الجمهورية اليمنية بشكل عام، طبعا في الفترة الأخيرة كان حوالي 50,000 نسمة فتحت من صنعاء حسب بعد الأحداث الأخيرة بمقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. في مدينة عدن وصلت حوالي تقريبا في حدود الآن حصيناها من بداية الحرب حوالي 7,000 إسرة. والفترة الأخيرة في أحداث التمت الأخيرة من الحديدة وصلت في حدود لحدود 2000 في خلال الأسبوعين الماضية 2000 إسرة موجودة داخل مناطق كثيرة في عدن وحواليها. نعم. إسرة راحت إلى مارب. يعني بالنسبة لعدن عملية النزوح بشكل عام حسب الاحتياج حسب التقارير الأمم المتحدة في حدود 3 مليون نسمة نفحت في خلال الفترة القادمة. وهذه المعذرة سيد جمال، هلا أعدت الرقم مرة أخرى؟ يعني في حدود 3 مليون نسمة. 3 مليون نسمة بالضبط. تفضل. ألو؟ معك تفضل أكمل حديثك. في الحديث عن النازحين وعملية المأساة الذي لاقوها وعملية عدم الاهتمام فيهم بشكل عام سواء كان المنظمات الدولية وسواء كذلك وضعهم المزري في كثير من المناطق الذي هم موجودين فيها، يتطلب تكاتف كثير في هذا المجال ونحاول التدخل بشكل سريع لإنقاذ الحياة وإنقاذ الكثير من الأطفال والنساء في هذه المناطق. نعم. إذا ننتقل السيدة تسهيد عاصم، كناشطة عاملة في مبادرات الإغاثة، كم عدد النازحين في مدينة عدن وهي المجال الذي تعملون فيه؟ سيدة تسهيد. أيوه. تفضلي. سألتك عن أعداد النازحين في مدينة عدن وهي المدينة التي يعني تقومون بأعمال الإغاثة فيها. أستاذي، أولا لازم نعرف أن هناك نوعين من النازحين، اثنين من محافظة تعز ونازحين من محافظة الحديدة. حاليا نحن تركيزنا على محافظة الحديدة لأن العدد النازحين الواقع في عدن أكثر من 2000 أسرة بشكل إجمالي منذ نزوح الذي تم في الحديدة. نعم. بينما حاليا وصول 815 أسرة تقريبا نازحة من محافظة الحديدة فقط. لماذا يعني أردت هذا التقسيم أنه من محافظة الحديدة ومن محافظة تعز؟ هل هناك احتياجات معينة للنازحين من هذه المحافظة أو تلك؟ هل هناك يعني تغير بالنسبة لكم؟ فصلت النازحين. إذن هو توزيع. نعم. أنه محافظة تعز بدأ عملية من 2015. نعم. لكن محافظة الحديدة حاليا بدأت عملية النزوح من أشهر من بعد تحرك العمليات العسكرية في الساحل الغربي. أي هذا. نعم. هو إذن نعود إلى سيد جمال، شاهدنا قبل قليل قصة أسرة نازحة من محافظة الحديدة، أو يعني ثلاث أسر في الحقيقة هي قصتنا لهذا الفيلم، وهم الآن متواجدون في مدينة عدن، مرت عليهم فترة طويلة وصعبة دون أي مساعدات من أي جهة. ما هي آلياتكم في اللجنة للوصول إلى مستحقي المساعدات الإغاثية؟ طبعا نحن في الفترة الماضية خلال الأسبوعين التي تم النزاح فيها بشكل مكثف عملنا جميع الاتصالات المنظمات الدولية والمنظمات المحلية للمساهمة وعملية الوضع حد لعملية التخفيف من الأسر وتقديم لهم المأوى وتقديم لهم الملبس وتقديم لهم الغذاء والمكان المناسب يعني. فلكن للأسف الشديد الذي وجدنا نحن في المنظمات الدولية الجامعة تتحدث عن تقارير مستمرة فإن اليمن حاجة إلى إغاثة عاجلة و22 مليون
وكل التقارير التي كانت من الامم المتحده وجدنا لا توجد عندهم استراتيجيه ولا عندهم حالات طوارئ حاجه يعني جاهزه في عمليه انقاذ اي نزوح ياتي في عدن. نعم. بالرغم من ان في عدن او مناطق مجاوره او اي منطقه في الجمهوريه صحيح. حتى كذلك في مناطق اللي تحت سيطره الحوثي منطقه حجه وريم والمناطق هذه تعاني من اشد فقرا واشد جوعا ولا نستطيع الحصول عليه عن طريق محافظه اب ايضا يعني كانت ملتقى الكثير من النازحين وهي مناطق خاضعه لسيطره الميليشيا. بالضبط احنا نعول عليهم بقبعه الامم المتحده ان توصل اليهم. نعم. لكن احنا عن طريق السلطه المحليه في عدن قمنا باغاثه النازحين في الفتره الماضيه سواء كان في منطقه الفلاحين اللي هي عددها حوالي 500 اسره، منطقه سوقم اللي حوالي عددها 130 اسره، في منطقه ابين في مناطق متعدده في ايضا 500 اسره، في منطقه كريتر يعني 300 اسره قدمنا لهم بعض المواد الغذائيه وبعض الاشياء اللي هي ممكن تسعف اليهم في الحاضر. كذلك احنا غدا ان شاء الله بعد غد في كثير من المنظمات المحليه يعني طبعا مركز الملك سلمان والهلال الاحمر الاماراتي دائما هم سباقين في العمل الخير هؤلاء كمانحين. لكن كان سؤالي عن آليتكم في التوزيع والوصول الى المستحقين في ظل وجود عدد من الاسر المستحقه والتي لها فتره طويله لم يعني تصلها اي مساعدات، كيف تنصحون هؤلاء؟ الى اين يتجهون؟ بمن يستغيثون يعني؟ هو اغلبيه الاسر طبعا فتحت لهم مدارس، فتحت لهم في عندنا مخيم موجود في منطقه البريقه، كذلك اغلبيه الاسر نزحت الى كثير من البيوت الموجوده من اقاربهم، وبالنسبه نحن نحاول نوفر لهم مواد غذائيه وما نستطيع ونتواصل مع المنظمات والجهات التي هي توجد يعني عندها الاغاثات بشكل عام كلجنه الاغاثه هي لجنه تنسيقيه لفتح القنوات وشعار الجهات التي تستلم المعونات وتستلم كذلك الدعم من الدول ان تتجه الى هذه المنظمات. نعم. لا يعني نحن يجب ان يكون في عندنا تنظيم العمل الاغاثي ان شاء الله في 2018 ونتمنى ان تنسق الاعمال الاغاثيه وتنظم بشكل كبير لكي توصل لكل محتاج. نعم. كذلك نحن ننصح ان تكون توجد يعني كذلك نحن نصحنا طبعا بعض الحلول اللي قدمناها للمنظمات الدوليه وبعض المنظمات هي ان نعرف مناطق الصراع ونعرف مناطق التهجير من ميليشيات الحوثي التي يعني لها هاربين من القصف العشوائي وكذلك من تهجيرهم من اجرام ان توجد مراكز استقبال لهم وان توجد خيم يعني تجهز خيم موجوده وايواء موجود مجهزه بجميع مخيمات نزوح يعني مخيمات نزوح جاهزه. ايوه نعم. يعني احنا بالنسبه لنا الان تشوف حركه في تحت الاشجار بعض النازحين موجودين في مناطق بشكل عشوائي تصل الصور ونعي تماما في الاعلام ما هو الوضع بالنسبه للنازحين وهو وضع دامي في الحقيقه. اسمح لي ان انتقل الى السيده تسهيد لاسالها اين يتركز النازحين في مدينه عدن؟ سيدة تسهيد إذا نعود إلى السيد جمال ليستكمل الحديث عن يعني مبادرتهم في 2018 هذا العام الجديد والذي نحن في بدايته، كيف يمكنكم يعني أو ما هي الأفكار التي كنت قد طرحتها من التي تريدون تنفيذها خلال العام؟ طبعا نحن الافكار اللي نحن والرؤيه اللي نتمنى ان تكون مساعده موجوده الصلاحيات الكبيره تاتي للجنه العليا للاغاثه وتنظيم عمل الاغاثه بشكل كبير سواء من خلال الضغط الدوليه او من خلال المنظمات المحليه لحصر كذلك ومسح بشكل كبير للنازحين او الناس المحتاجين واشد احتياجا لعمليه تنظيم العمل الاغاثي كذلك اغاثه الناس الذي توجد اسر كثيره اشدت فقرا جوعا بشكل عام حتى من قبل حتى الحرب ولهذا يجب ان يكون في تنسيق العمل الاغاثي في تنظيم العمل الاغاثي لازم تكون في خيم موجوده لازم تكون في مراكز ايواء لازم يكون في مخزون استراتيجي بشكل كبير
للطوارئ، يعني هم يتكلموا على الطوارئ لكن لا توجد اي استراتيجي لهذه الطوارئ. اذا هذه هي يعني هذه ليست فقط دعوة وإنما هو إعلان عن عدم يعني الاستعداد لأي موجة نزوح قادمة، بينما العملية العسكرية تتجه إلى التصعيد ودخول مناطق جديدة سيكون النزوح منها شديد، خاصة أنها مناطق كثيفة وآهلة بالسكان. هذا موضوع خطير سيد جمال، من الذي يمكن أن نخاطبه نحن كإعلاميين وأنتم ك تنفيذيين لمسألة الإغاثة؟ يعني يجب أن كل المنظمات الدولية تتفحوا للجنة على الإغاثة، لأنها هي الجهة الرسمية الوحيدة اللي ممكن تقدم لهم المعلومات الحقيقية، تمركز معلومات خاصة لليمن بشكل عام ومعرفة مناطق النزوح، ويجب التعاون وتكثيف العمل الإغاثي لكي لا يكون في ازدواجية في عملية التوزيع، وكذلك يوجد فعلا مخزون استراتيجي في المستقبل لإغاثة الناس النازحين. الحرب هي مستمرة ولا زالت النزوح كل يوم تأتي إلينا بشكل كبير، وجهود كثيفة. طبعا رئيس اللجنة الأولى للإغاثة عبد الرجيم فتح يوميا هو يتواصل معي في جميع المنظمات في جميع الدول، يعني كذلك رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الكل بإغاثة الشعب اليمني، لكن نحن نعول بشكل كبير المنظمات الدولية التي تأخذ أكثر من المساعدات، وكذلك نحن نستعين في عملية إيجاد الموارد الماليه لليمن بحكم ان اليمن هي بحاجه لهذه المساعدات. نعم. العمل الاغاثي وتنسيق العمل الاغاثي، وكذلك احنا نتمنى ان في المستقبل تكون اللجنه الاولى للاغاثه اكبر فعاليه لتنسيق وتنظيم العمل الاغاثي والمتابعه الاعمال الموجوده عبر السلطات المحليه في داخل المناطق المعرضه على الاغاثه. نعم. احنا نعمل جهود كبيره والحكومه تعمل جهود كبيره، لكن حجم الكارثه كبير جدا. سيد جمال، 3 سنوات من الحرب، هل منحتكم بعض المعلومات يعني حول نسق معين للنزوح، ما إن يعني تبدأ العمليات في محافظة ما، تتوقعون كم نسبة من ستستقبلونهم من النازحين، أم أنكم فقط تكتفون بالإحصائيات السابقة للذين نزحوا فعلا؟ الآن أنت تحدثت عن الاحتياج الشديد ل تجهيز مخيمات إيواء للنازحين المتوقعين، هل لديكم يعني تصور حول هذه المخيمات كم تحتاج وكم الأعداد حتى تقدمونها بشكل مدروس للمنظمات التي تحدثت عنها؟ هو طبعا هو عملية وضع الخيام بشكل كبير، الكل يحاول انه يتهرب، يعني حتى عندما نطرح الموضوع هذا بانها لأن العملية مسؤولية. من تقصد بالكل، المنظمات أما الأمم المتحدة أم مركز الملك سلمان؟ المنظمات بشكل عام، نحن نعول على المنظمات التي تأخذ هي الأموال الكبيرة من أجل اليمن ومن أجل إغاثة اليمنيين. نعم. يعني المنظمات الدولية هي اللي تأخذ، يعني عندما نتكلم احنا في 2017 أخذت حوالي 1,100,000,000 دولار، يعني فنحن لا نجدها أثرها على الأرض بشكل كبير. يعني عدم وضع المعلومات بشكل كبير، عن هم بياخذوا المعلومات من المنظمات المحليه او بعض المنظمات الموجوده، لكن احنا عندما نحن نتكلم على النزوح الكبير بشكل عام، ونحن نتوقع نحن ان النزوح اكثر من النزوح السابق، لان الحرب مستمره والتهجير مستمر والكارثه كبيره جدا يعني. نعم. والدوله تعمل كل جهود بانها تساعد في هذا المجال، تكون في مناطق خضراء موجوده في اماكن معينه ما بين المناطق الامنه لوضع على الاقل مركز استقبال. لن نعيد سيد جمال، نحن لن نعيد اختراع العجله، هناك دول سبقتنا في الصراعات وهناك موجات نزوح عرفتها الشعوب في المنطقه واحداث يعني قريبه، وبالتالي مساله الخبرات وطرق انشاء هذه المخيمات ليست المساله اختراع، لكن هناك احتياج للتوقع كما أعتقد، إضافة إلى موضوع الرقابة التي تطرقت لها الآن، هناك 1,100,000,000 دولار، كيف تقيمون عملية الرقابة على هذه الأموال المخصصة للإغاثة في اليمن؟ ما هي الآلية التي يعني تتم للرقابة على هذه المقدرات؟ نحن دائما بنسأل على هذا السؤال، ودائما نحن نتقابل معهم ونسألهم كثير من الأسئلة، لكن للأسف الشديد
دائما هو في الاجابات تكون صريحه، لان العمل الانساني بشكل كبير. نحن لا نحاول ندخل في شؤون كثيره، لان احنا كل من ياتي ويوزع اغاثه موجوده وينقذ انسان يمني اهم لنا من ان احنا ناثر اعمالهم. لكن احنا يجي في 2018 لما المناطق بدات عمليه الاعمار وعمليه التنميه، يجب ان احنا يجب ان يكون دور اللجنه الاولى للاغاثه، طبعا من السلطات نطلبها من الحكومه ان يكون لها دور كامل وصلاحيات اكبر، بحيث انها تقدر تحاسب المنظمات عن طريق وزاره التخطيط او عن طريق الجهات التي تعرف. هذه اموال اخذت باسم اليمنيين ولاغاثه اليمنيين، كيف لا يحق لهم معرفه اين ذهبت؟ يعني المساله في غايه البداهه. فنحن قدر المستطاع نحن نعمل جهود كبيره. ورئيس اللجنه الاولى للاغاثه الاستاذ بغي فتح يعمل جهود اكثر، ونحن نتمنى ان شاء الله في 2018 يكون عمل انساني منظم ان شاء الله توصل لكل النازحين. ويجب الاهتمام بشكل كبير للناس النازحين، للناس التي تساوي التغذيه، كذلك الاطفال، كذلك البرد الجارس، كذلك تحت الجبال، يعني هم معرضين احيانا ياتون في مناطق معينه بحيث ان يحسوا انها امنه، وفي الاخير هي لن تكون امنه، وهذا يجب جدا ان السلطات المحليه القريبه من المناطق التي مناطق الصراع انها تهتم بهذا الموضوع، توضع مناطق خضراء لهم من اجل على الاقل الاستقبال الموجود، سواء كان استقبلهم في المدارس. كذلك نشكر محافظه ابين الذي جهز لهم بعض الاشياء، كذلك بعض المديريات في اهتمام كبير بشكل كبير، لكن حجم الكارثة كثيرة وحجم النزوع كبير، وكل يوم عن يوم بيزيد. يعني عندما إذا كان سيد جمال من الصعوبة تقييم أداء المؤسسات المانحة والرقابة عليها، لأن الأولوية كما ذكرت هي إنقاذ اليمنيين بأي ثمن، حتى لو كان هناك بعض يعني التقصير في مسألة الرقابة، فكيف يمكن أن تقيموا أداء السلطات التنفيذية، السلطات المحلية التي هي خاضعة لرقابتكم، كيف تقيمون أداءها؟ طبعا نحن من بداية تشكيل اللجنة الأولى للإغاثة نحن بعثنا شكلنا لجان فرعية في كل محافظة، واللجان الفرعية هذه مهمتها لا تقل أهمية عن اللجنة الأولى للإغاثة. هي طبعا اللجان الفرعية هي مهمتها الأساسية الإشراف في الرقابة، وكذلك رفع الاحتياجات اللي نرفعها نحن بشكل كبير للمنظمات الدوليه عبر مركز الملك سلمان، الذي اجتماعنا تقريبا كل شهر او بدايه كل شهر ونجد الاحتياج اليه. دور طبعا هي اللجنه الاغاثه بحكم انها توجد عده وزراء فيها، هم كذلك الوزراء بيقدموا كثير من الاحتياجات الموجوده، سواء عن طريق وزير التعليم العالي، كذلك وزير الصحه، كذلك وزير النقل، وكل الوزراء الموجودين وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. فهم دائما بيجتمعوا للمانحين ويحاولوا انهم يوضعوا خطط وبرامج لهم مستقبليه، لكن بالارض الواقع عندما تاتي الاغاثات الموجوده وعندما تاتي للمنظمات الدوليه او حتى عند الشركاء الموجود، فالشركاء الموجودين محليين هم يقوموا بالعمل الاغاثي، ونحن دائما نتكلم على الشركاء المحليين اللي هم عندهم القدره الحقيقيه للوصول الى اي منطقه وفي اي مكان، ويجب ان يكون هم لهم الدور الاكبر في عمليه توزيع الاغاثه، وتتم من خلال السلطات المحليه الرقابه والمتابعه والاشراف في هذا العمل الانساني. نعم، لكن اعود للسؤال مره اخرى، كيف تقيمون هذا الاداء في هذه التفصيله؟ كيف يعني الاداء في الانتقال الى المستحق؟ هل انتم راضون تماما عن اداء هذه السلطات المحليه كانت او الجمعيات او المنظمات التطوعيه او سميها ما شئت، هل لديكم نسبه من الرضا على هذا الاداء؟ لا طبعا الاداء لحد الان غير موجود بسبب ان قله الامكانيات الموجوده اليهم، والعمل كله عمل تطوعي تقريبا. نعم، هذه العمليه يجب ان يكون دور اللجنه الاغاثه في المستقبل يكون لها ميزانيه متخصصه كبيره جدا، وكذلك عمليه المحافظات او مساهمات المنظمات الدوليه في عمليه العمل الانساني، عمليه تنشيط اللجنه للاغاثه وتنشيط اللجان الفرعيه اللي تقوم بدورها الحقيقي. يعني دائما اي اعمال انسانيه يعني صعوبات كثيره تطربها، ويكون اكثر العمل التطوعي اكثر من العمل المادي فيها، ولهذا في الاموال ومبالغ كبيره تاتي هذه المنظمات التي هي تقوم بالاعمال الانسانيه بشكل كبير، ونحن نكون يعني دائما صاحب المال هو بيده الهاديه. يعني فنحن بالنسبه لنا نحاول قدر المستطاع ان نفتح الطريق او نفتح
يعني نفتح مجال لهم عمليه ايصال الجهات المعنيه. مثلا عدم اشراك الحكومه. سؤال اخير، سؤال اخير سيد جمال، بالنسبه للنازحين في بيوت ذويهم ويعني من هم خارج الكامبات او مخيمات اللجوء، كيف يمكن ان تصل لهم هذه المساعدات؟ لمن يلجؤون؟ يعني بالتاكيد لن يذهب اليهم احد لرصدهم ومسحهم، لكن هناك اماكن يمكن ان يذهبوا اليها لتسجيل اسماء اسرهم والحصول على بعض هذه المساعدات، بماذا تنصحهم؟ طبعا احنا بالنسبه لنا دائما يعني نستلم نداءات استغاثه من عده محافظات والمناطق التي توجه اليها، سواء كان طريق غرفه العمليات في المحافظات او عن طريق بعض المنظمات المحليه الموجوده، ونحن نتواصل مع المنظمات الدوليه والمنظمات المحليه للتدخل في هذا المجال. ونحن فعلا يعني نحن تدخلنا خاصه بالذات في الحديده يعني في خلال الاسبوعين الماضيه في تكثيف بالنسبه لعمليه اغاثتهم بشكل كبير، يعني سواء كان بعض المنظمات المحليه او بعض المنظمات التي هي نعي هذه الاليه. لكن الان من يسكنون عند ذويهم، من هم خارج مخيمات اللجوء، كيف يمكن ان يصلوا للمساعدات؟ الى من يذهبوا؟ ايوه نحن وصلنا في خلال الفتره الماضيه خاصه بالذات في مدينه كوريتر ان 350 اسره موجوده في يعني موجوده عند ذويهم واطفال موجوده، فنحن طبعا استهدفناهم وسوف نستهدفهم المره الثانيه خلال اليومين هذه القادمه. طبعا نحن دائما باستمرار يعني توصلهم عمليه الاغاثه عن طريق توزيع الاغاثات اللي هي الجريات. إذن هذه بشرى نزفها إلى هؤلاء على عاتق الأستاذ جمال بالفقي، أن هناك خلال يومين يعني دفعة جديدة من الإغاثة لهم. يعني إن شاء الله تحت الخدمة إن شاء الله. نعم، إذن مستشار وزارة الإدارة المحلية جمال بالفقي، المنسق العام للإغاثة في اليمن، وكذا السيدة الناشطة الحقوقية السيد عاصم، كنتما معي من مدينة عدن، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. نجيب إبراهيم سعيد وأقاربه تم الرصد، في أمان الله. Thank you.